السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض درس جديد، وهناخد الأنيميشن اللي هو الموشن. ده خاصية خاصة بفيجن ستوديو، فخلونا نشوفها مع بعض. هنفتح بروجكت، خلونا نكبر كده الشاشة الكبيرة دي، حلوة. خلونا أيوة بسم الله، نرجع بس ورا شوية. أيوة كده شد الشاشة نوعا ما. احنا المره اللي فاتت خدنا الانيميشن اللي هو البرزنتيشن، بس خلونا بقى نشوف ايه اللي احنا هنعمله. خلونا نسمه بشكل سريع، مثلا ده هنفرض ان ده نمبر، خلينا مثلا نديله اللون ده مثلا، يعني وليكن كده نمبر. تمام، بعد كده اللوكو، مش عارف اللوك لاير دي يعني كده خلاص ما عادش هتتحرك، مش عارف اعمل فيها حاجه. تمام، نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب تكست، نكتب مثلا ده هتبقى الهوم. هوم جميل، نحطها كده. طبعا شكلها اكبر واللون بتاعها هيبقى ابيض المفروض. تمام، خلونا نرجع كده شوية. ايه نوعا ما نبقى نظبط بعدين، هو اصلا المفروض ان في الليبر كده مبيبقاش في حاجة، بس خلونا نكبر دي شوية. عايز افك اللوك تاني، لو وقفت على العنصر هنا كده واعمل ايه؟ فين فين انلوك، عشان بس اكبرها شوية كده. تمام اهوت، خلي بالك هي مش جاية في نصها عشان كده. جميل، تمام. خلونا نعمل بقى ايه؟ خلونا نعمل ايمج، انا هوريكم. وهنعمل يعني مفارقة ما بين النوعين من الانيميشن، بس خلينا اوريكم يعني ايه الموشن، وبعد كده الموشن ده هيبقى له تفاصيل كتير قوي، بس بنشتغل على ايه؟ على بروجيكتس وكده. تمام، نعمل كده. ده انا عايز ده مثلا هيبقى فيه ايمجز، خلونا نروح ونجيب ايمجز من هنا ريو انيميشن. نجيب مثلا نجيب ايه مثلا لاندسكيب، لا مش لاند سكيب، بس نجيب برودكت، بس برودكت. خلونا نجيب كده شوية برودكت صور، فنفرض ان هما مثلا اي حاجة. خلونا ناخد دول مثلا كده، نعمل سيف ايمج از سيف. بعد كده خلونا نجيب دي كمان، ولا خلي دي كبيرة حلوة. سيف ايمج از، مش مشكلة. تمام، الاتنين عملهم اهوت. خلونا مثلا ايه ناخدهم كده، واحد ناخد التاني، ماشي. بعد كده نقفل ديت، ماشي. نرجع باك عشان نظبط. طبعا أهم حاجة عندي قلت لكم دي وتاخد على الشغل، ماشي. نصغر دي شوية، أنا هشتغل في الحتة دي بسرعة، المفروض انتوا عارفينها، بس عشان الوقت احنا يعني ايه نوصل للهدف بتاع دعم الباسك. هي في ديت ادي هنزيل ده الباسك كنت بتكلم. تمام، دي الصورة الأولى. طيب خلونا نعمل ايه؟ خلونا نعمل زرار كده صغير، لما نضغط عليه ونضغط اللي هو زرار هيبقى بالشكل ده كده. نخليه مثلا اللون أصفر برضو ده. تمام أهو هنا كده مثلا، كنترول دي نعمل واحد هنا كده. تمام، مثلا ده الحاجة. خلينا نعمل كنترول دي، نعمل شاشة تانية، هغير الصورة دي بس، خليها الصورة التانية. دخلنا دي، ناخد دي اهوت. طبعا كده مش مظبوطة اهي، نعمل لهم ماسك عشان واخد التلاتة. فين الصورة؟ الصورة دي صح، وده الريكتانجل ده، لأ هو ده صح، ده اهو هو ده كده المفروض. تحت كده هتاخد ماسك اهي. نزود بقى، احنا عملنا دلوقتي ايه؟ خلونا نشيل دي برضو من هنا، لا نشيل دي. خلونا نعمل ايه بقى؟ فلنفرض خلونا احنا هنا اهو. تمام، هنروح للبروتوتايب. الصورة دي ده الاساس، ده الهوم اهو. لو انا عملت ده الهوم، تمام ده الهوم، تمام مفيش مشكلة فيه. احنا عايزين لما يضغط على السهم ده كده يروح فين؟ يروح للسلايد ده. تمام، سيف، ده بريزنت العادي، ماشي. ولو ضغطت انا بعمله اللي انا عملته المره اللي فاتت، عملنا كده هيروح هنا. تمام، خلونا كده نشوف خلونا نشوف الحركه. لو ضغطنا هنا
هيروح كده، رجع له كده، هيرجع كده. ده حركه السلايد العاديه اللي احنا يعني من الانتربريتيشن او البروتوتايب بتاع المره اللي فاتت. طيب خلونا بقى نغير الحركه ونشوف التفاصيل بتاعتها. ندلل ده سوري كنترول زد، انا غيرت دلوقتي، انا عملته ماشي، انا عملته، عايز اغير البروتوتايب بتاعه. بص ده انا عايزه هنا يروح هنا. طيب ايه بقى هغير؟ هخليها موشن، ده اللي هنتكلم عليه. هنا بيظهر لك بقى شويه خيارات جميله قوي. بيقول لك عايز الحركه تبقى ايه؟ تقعد كام ثانيه؟ الديوريشن 3 ثواني، انا زودتها شويه عشان نشوف بطئها شويه بقى. 3 ثواني كويس، 3 منفصله ثانيه ماشي، مش 3 ثواني. وهنا الديلي اللي هو التاخير، هيتاخر ايه قبل ما يتحرك؟ هي الحركه قبل الحركه، يعني الوقفه اللي قبل الحركه زي ما بيقول، خليها 2 ماشي. سيب الاديت دي هتشوفها كمان شويه، سيف ماشي. خلونا نروح كده ونعمل ده برضو ايه، نضغط على ده عشان نفكه ونجيبه هنا ونعمله برضو موشن نفس الحركات، ولا نغيرها شويه؟ خلونا نسرعها شويه، نخلي الديوريشن، نعمل سيف. خلونا كده نشوف بقى الحركه دي. بصوا بصوا الفرق، بصوا بقى، فهمتوا الموضوع؟ الديلي ده اللي هو ايه، شوف الوقفه اللي بتحصل دي، هو ده الديلي. طبعا الديلي كده غلط، ما ينفعش يبقى كده، بس شوف شفتوا الفرق ما بين الاثنين. طبعا الحاجات دي بقى فيها حركات كتيره جدا جدا جدا، احنا مع الوقت هناخدها. عايزين ناخد ده بس ونعدل فيها اهوت، التعديل من هنا. الديلي ده كبير، مفيش مشكله ان شاء الله نغيره كده ماشي. بصوا بقى الايديت تايم لاين ده، بصوا هتشغل ده، دي الحركه، بصوا بتحصل ازاي. هنا بقى تقدر تلعب في كل واحد منهم، تقلل شويه كده، بصوا الفرق بقى اسرع، لو بعده خالص هيبقى ابطأ كده. تبدأ تلعب في الكي فريم واحده، هتقدر تحدد على كل واحد، بس دول طبعا اللوك هو ده اللي عليه البوتوم، ده هو ده اللي عليه. عايز تزود زود، يعني ممكن تزوده اصلا، تطوله، خلينا نطوله كده 9 دقايق. بصوا تاني، تمام، ده كده بيجيب لك الحركه من الصفحه دي للصفحه دي. وبصوا خلونا، هو طبعا من فوق تقدر تجيب الكي فريم تحت وفوق، تقدر تجيب ده كده عشان تقدر تشوف الحاجه بتاعتك. الزرارين دول بيبدلوا ما بين فوق وما بين تحت، تمام. نعمل ضد ونرجع. خلونا نغير دي بس عشان نبقى عارفين هي ايه دي. دي مثلا السكند او نيكست. طبعا بقى الانيميشن ده هتقدر تلعب بيه في حاجات كتيره جدا 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 فوق ما تتصور ماشي، بيطلع حاجات رهيبه. بس خلونا بقى ايه، خلونا نعمل عايز اشرح لكم بس ايه عشان يبان اكتر في اكتر من شكل. خلونا نعمل زرار، الزرار خلينا انا هخلي الزرار ده مربع، تمام، الزرار ده مربع. خلينا امسح دي بقى خالص، مش عايزها ماشي. انا هخلي الزرار ده، انا مش عايزه ريديس، انا عايزه زيرو. بصوا ده الزرار بالشكل ده كده، زرار بالشكل ده كده. ده حاجه جت على فكره وانا شغال دلوقتي، يعني مش مجهز لها، بس هتورينا برضو ايه. نعمل نفس الحاجه دي، كنترول دي. هما بيشتغلوا كده نيكست، بس نسميها نيكست. جميل، نفس الصفحه، بس هنا بقى هنخلي الراديوس ده 50، تمام. بصوا اللي هنعمله بقى ايه، هنعمل كده ونروح لدي، نيجي كده تمام، ونخليها موشن زي ما هي، بس الديوريشن خليها كده 9 ثواني، والديلي نخليه ثانيتين. نعمل سيف، نعمل دي، نخليها برضو، نعمل لها برزنتيشن. بصوا بقى خليها بلاش تريجر، يعني خليها هو تريجر، بس ماشي مش مشكلة، تاني مفيش مشكلة. ودي موشن برضو سيف. تعالوا نشغل بقى كده، نشغل ده الزرار. بصوا شايفين الحركة تقدر تعملها ازاي. طيب خلونا بقى، خلونا نجرب، لو هي يعني، خلونا كده نشوف لو هي برزنتيشن يعني. نرجع باك اهي، نخليها، نروح كده نخليها بريزنت عادي ونشوف الفرق برضه، تمام. لو ضغطنا كده بصوا ده بيرجع، بصوا الفرق هتلاقوه في النعومة او اكتر. حاجات كتير بقى بتبدأ تشتغل على الشكل ده. طبعا لازم تلعب في الكي فريم عشان الحاجات تطلع كويس. يعني لو فتحنا كده الكي فريم تبدأ نشتغل على ايه، ده طبعا هيشتغل لك على الجزء الموشن بس. خلونا كده نعملها كده ونشوف. بصوا بيظهر لكم الاتنين مع بعض. بصوا هناك، ده طبعا ده البروتوتايب. نعمل كده، تبدأ بقى تلعب. يعني بص ممكن مثلا ايه، خلينا نزود دي شوية، نجيب دي كده، نجيب دي كده، نلعب فيهم بقى. هو طبعا دي بايظة بس مش مشكلة،
بيحركها كده شوية، تجيبها في الآخر، تأخر الديلي، تبدأ تلعب بقى الحاجات دي بقى. طبعا مش موجودة في البريزنت العادي، الحاجات دي في الموشن بس. في تفاصيل بقى كتير هتظهر هنا، تقدر طبعا تلعب في الكي فريم نفسه. ضغطت شايف دي تقدر تلعب فيهم يعني، تخليها سموث. كل لما طلع فوق كده، كل لما الحركة يعني، بص الحركة تي كده كده. لا طب انا عايز انزل تحت شوية، شوف الفرق. بصوا بقت يعني ستريت كده ماشي. المهم انت هتبدا بقى تلعب. طبعا انا بشرح الموضوع للناس اللي مالهمش علاقه خالص بالموشن، الحاجات دي كلها اللي دارس اساسيات افتر افكت هيلاقي بقى عارفها خالص ماشي. فده باختصار تبدا تلعب فيه بقى، هيطلع معاك اشكال رهيبه. بس حاول بقدر الامكان ان انت يعني ما تتعبش المبرمج اللي هيشتغل وراك، لان انا عارف الناس دي فعلا بتتعب قد ايه. لو انت عملت حركه غريبه، الحاجات دي هو بيبنيها بالكود من الصفر، ما عندوش برامج عن حاجات زي دي كده بيقعد يشد. لا ده بيبني كل حاجه فريم باي فريم يعني، سكند يعني، بالكود كله كله يعني. فحاولوا اطلعوه. دي كانت المحاضره اللي بشكل عام عن الموشن. الموشن فيه كلام كتير هيتقال في الدروس اللي هتبقى خاصه بتصميم الورش ان شاء الله. بس لسه بفكر في كام ابلكيشن مشهور كده هنبدا نشتغل عليهم. ما تنسوش تكتبوا سبحان الله عشان تكتبوا خلصوا الدرس، وتشيروا الدرس وتوروا الناس يعني مجال جديد ان هم يكسبوا فلوس ويشتغلوا فريلانسر او في شركات. الشركات بتطلب جدا البرامج دي. وتضيف الحاجات دي في السي في بتاعك. انتظرونا في المحاضره الجايه. كان معاكم بهاء ايهاب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.